بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 50 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. السائل من الأردن عبد الرحمن، استعرضنا بعضا من أسئلته في حلقة ماضية، بقي له مجموعة من الأسئلة. يستفسر في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عن الآية الكريمة في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، في سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يخبر الله جل وعلا وهو أصدق القائلين أنه لا بد لكل أحد من ورود النار، المؤمنون وغيرهم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فكل الخلق أخبر الله أنهم يريدون النار، فما هذا الورود؟ الورود والله أعلم هو المرور على الصراط، لأنه ينصب الصراط على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، وهذا في الحديث الصحيح، يمرون على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. هذا هو ورود جهنم. ولهذا قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله العافية والنجاة من النار. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل في سؤال له ويقول: كيف يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى سواء في السر أو العلن؟ يكون خالصا لله عز وجل بتجنب الشرك، بأنواعه. فلا يشرك مع الله، لا يدعو مع الله أحدا، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يعمل أي نوع من العبادات لغير الله عز وجل، ولا يطوف بالقبور ويتمسح بالأضرحة ويرجو بركتها ويدعو الأموات ويستغيث بهم، بل لا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يعمل أي عبادة من العبادات التي شرعها الله إلا لوجه الله عز وجل. وكذلك لا يعمل الأعمال رياء وسمعة، لأن هذا يبطل العمل. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر وهو الرياء فيحبط العمل الذي وقع فيه. فيكون العمل خالصا لله إذا تجنب صاحبه جميع أنواع الشرك وأخلص نيته لله عز وجل، بأن لا يكون له قصد غير رضا الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. هذا هو العمل الخالص لوجه الله عز وجل. وهذا يستدعي من المسلم أن يتعلم العقيدة، ويعرف التوحيد وحقيقة التوحيد، ويعرف أنواع الشرك، لأجل أن يتجنبه ويبتعد عنه. بقية السؤال. نعم، يقول حفظكم الله: سواء كان ذلك في السر أو العلن. نعم، السر الرياء الذي يكون في القلب يتجنبه، والعلن هو الشرك الظاهر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من قبر ومن أوثان، يدعوه ويرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ صالح: والدي يحصل على المال من طريق حرام، ويصرف على أولادي من هذا المال الحرام، ويحصل على طعامه من السرقة،
ويطعم أهل البيت، وهو مقتنع بنفسه ولا يقبل النصيحة من أحد أبدا لأنه عصبي جدا. والسؤال يبقى، هل على أولاده إذا أكلوا من الطعام الذي يأتي به هذا الوالد من المال الحرام هل يكونون آثمين، علما بأنهم ليس لهم ممن يعيلهم غير هذا الرجل؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. إذا كانوا متيقنين أن هذا المال حرام 100% ويقدرون على أن يأكلوا من الحلال، عندهم قدرة على الاستغناء بالحلال، فلا يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الطعام لأنه حرام. أما إذا كان هذا الرجل عنده مال حلال وعنده مال حرام، وهذا الطعام لا يدرى من أي النوعين، فلا بأس أن يوكل من طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، لكن عندهم مال حلال. وأما إذا كان هؤلاء الأولاد لا يقدرون على الاستقلال وليس لهم مأكل من غير ما يقدمه لهم والدهم، فإنهم يأكلون بقدر الضرورة، ويكون الإثم عليه هو على هذا المكتسب، ريثما أنهم يستطيعون التخلص والبعد عن الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، إذا انقضت الدورة الشهرية فهل على المرأة أن تقضي الصلوات التي فاتتها ولم تصليها أثناء الدورة الشهرية؟ هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب باطل، ليس على الحائض قضاء الصلاة، وإنما عليها قضاء الصيام فقط. وسألت امرأة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن هذا من أسئلتهم. قالت: لا، لست حرورية، ولكني أسأل. قالت رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة مسألة اتباع للدليل والحكمة، والله أعلم. أن الصلاة لما كانت تتكرر اليوم والليلة 5 مرات، فإنه يصعب على المرأة قضاؤها بعد فترة الحيض، لذلك خفف الله عنها. وأما الصيام فإنه لا يتكرر ولا يشق على الحائض أن تقضي الصيام، لذلك أوجب الله عليها القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة أبو عبد الله، يقول فضيلة الشيخ، بأنني أتهمت زوجتي بالزنا والعياذ بالله، وقلت لها بأن الولد ليس ولدي وأنا كاذب، وذلك بسبب مشاكل بين أهلي وأهلها، وبعد ذلك طلبت الطلاق فطلقتها، وأنا الآن نادم أشد الندم على ما بدر مني، وخوفي من عقاب الله عز وجل، ويعلم الله بأنني حاولت أن تسامحني لكن دون جدوى. الآن يا فضيلة الشيخ، ماذا أفعل كي يغفر الله لي بما ارتكبت من جرم؟ جزاكم الله خيرا. أنت أذنبت ذنبا عظيما، وأسأت إلى هذه المرأة، وأسأت إلى الولد الذي نفيت نسبه، وأنت كاذب في ذلك، فعليك التوبة إلى الله عز وجل، وعليك طلب المسامحة من هذه المرأة، طلب أن تسامحك وأن تبيحك لأنك ظلمتها، عليك أن تطلب منها المسامحة. وإذا كنت أظهرت هذا للناس، وهذا القذف أظهرته للناس، فإنك تعلن أنك كاذب وتبري ساحة هذه المرأة. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. يقول السائل، هل الخلع يعتبر طلاق؟ خلاف بين العلماء على قولين، منهم من يعتبره طلاقا لأنه نوع فرقة ينقص به عدد الطلاق، ومنهم من يرى أنه فسخ وليس طلاقا فلا ينقص به عدد الطلاق، وهذا هو الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا هو الخلع، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال جل وعلا: فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولو كان الخلع طلاقا فصار مكملا للثلاث، ولصارت الطلقة التي ذكرها الله في قوله فإن طلقها رابعة، وهذا غير سائغ وغير صحيح. فدلت هذه الآيات على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهذا هو استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
حفظكم الله. هذا سائل البرنامج يقول: فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة عند بعض الناس إقامة الحفلات للزواج إلى وقت متأخر من الليل، يصل بعض الأحيان إلى وقت صلاة الفجر، مما يؤدي إلى تفويت الصلاة بسبب التعب والإرهاق وما يصحبه من غناء بآلات اللهو والطرب، كما يقوم الزوج والزوجة على الجلوس على المنصة فيما يسمى بالتشريعة. نريد التوجيه من فضيلة الشيخ صالح حول هذا السؤال. هذا العمل يشتمل على منكرات. أولا، السهر كل الليل بما يفوت صلاة الفجر، وهذا خطر عظيم ومعصية وتضييع لصلاة الفجر، قال الله جل وعلا: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل صالحا. والأمر الثاني أنه يشتمل على منكرات كما ذكر السائل من الأغاني وضرب الطبول، وربما الاختلاط بين الرجال والنساء، وربما العري عند بعض النساء التي لا يخافن الله عز وجل ألا يتسترن التستر المطلوب. وهذه منكرات يجب على المسلمين أن ينتهوا عنها وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الأعمال، ولا يحول الزواج، حول الزواج الشريف، حولوه إلى فرصة لهذه المنكرات وهذه التجمعات السيئة. فهذا أمر يجب، وفيه إضاعة أموال أيضا، فيه نفقات طائلة لا حاجة إليها. فيجب الحد من هذا الإسراف والحد من هذه التصرفات السيئة، ولا بأس بعمل وليمة على الوجه المشروع كما قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، لكن في حدود. ولا بأس بالاجتماع بمناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح، تناول طعام الوليمة، لكن في حدود منضبطة. ولا بأس للنساء بضرب الدف إعلانا للنكاح والتغني بما جرت به عادتهن مما لا محذور فيه ولا منكر فيه، ومن غير مكبرات صوت ومن غير مسجلات، وإنما بين النساء فقط. هذه حدود شرعية يتمسك بها في هذه المناسبة، ويترك المغالاة في هذه الأمور والخروج عن الحد المشروع إلى المنكرات وإلى الأمور التي تحول الزواج إلى مناسبات فاسدة ومرتعا للفساق وإعلان المعاصي والمخالفات. يجب على المسلمين أن يتركوا هذه العادات السيئة، أن يثوبوا إلى رشدهم. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم. هذا السائل سوداني مقيم بالدوادمي ويعمل راعي للمواشي، يقول: أنا أسمع الأذان عند كل صلاة وأصلي في المسجد، علما بأنني عامل تربية مواشي ولم أستأذن من كفيلي للصلاة في المسجد، هل يجوز لي هذا؟ إذا كان صلاتك في المسجد لا تضيع العمل المربوط بك من حراسة الغنم، إنه يجب عليك أن تصلي في المسجد. أما إذا كنت لا تتمكن من الصلاة في المسجد بسبب العمل الذي كلفت به وهو حراسة الغنم والبقاء عندها، ولو ذهبت عنها لحصل ضرر على صاحب المال، يعني تسرق الأغنام أو تضيع أو تهجم عليها السباع، إذا كان الأمر يتطلب بقاؤك عندها فأنت معذور في ترك صلاة الجماعة وتصلي في مكانك. أما إذا لم يكن لك عذر وأنت متمكن من صلاة الجماعة فيجب عليك ذلك، ولا تستأذن من صاحب العمل لأنه ليس له حق المنع، منعك من صلاة الجماعة بدون سبب يبيح له ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة الذي أرسلت لي سؤالين لفضيلة الشيخ صالح: فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعد مدة النفاس وبعد الطهر تأتيها الدورة الشهرية بعد شهر من النفاس، وتجلس 5 أيام بعد الطهر، تقول: وبعد الطهر منها وخروج القصة البيضاء، وبعد 10 أيام من طهري من الدورة ترى دم لمدة 5 أيام، فهل عليها في ذلك صلاة أم لا؟ مع أنه دم استحاضة، فهل علي الغسل لكل صلاة
أم يجزي الوضوء فقط إذا كانت استحاضة؟ وهل المستحاضة يأتيها زوجها أم لا؟ إذا كان هذا الدم دم استحاضة فإنه لا يمنع من الصلاة ومن الصيام، ولكن إذا كان ينزل باستمرار فإنها يلزمها عند الصلاة أن تستنجي وأن تضع شيئا حافظا على فرجها لا يتسرب منه الخارج، ثم تتوضأ لكل صلاة. هذا هو الواجب عليها. وأما إتيان زوجها يكره، ذكر العلماء أنه يكره للزوج أن يطأ المستحاضة كراهية التنزيه وليس حراما. نعم. السائل عبد الله من الجزائر له مجموعة من الأسئلة، يقول: أسأل عن حكم أداء الأذكار بعد الصلوات المكتوبة بصفة دائمة، هل يعتبر الاستمرار في الأذكار بدعة؟ لا، سنة. الإتيان بالأذكار المشروعة بعد الفريضة سنة، يحافظ عليها المسلم لينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكما ثبت في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الأذكار التي تقال بعد صلاة الفريضة، يحافظ عليها المسلم. نعم. يقول السائل من الجزائر: أرجو من فضيلتكم حفظكم الله أن تشرحوا حديثا بلفظ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم، الحديث صحيح. لا عدوى، العدوى هي انتقال المرض من شخص إلى شخص أو من بلد إلى بلد. ولا طيرة، الطيرة هي التشاؤم بالأشياء، يتشاؤم بالأشياء واعتقاد أنه سيصيب الإنسان شيء من المحذور إذا رأى طائرا أو رأى ما ينفر منه، فإنه يتشائم ويعتقد أنه سيصيبه شر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة هي طائر المسمى بالبومة، لأنهم بالجاهلية يتشائمون بها وبصوتها، فإذا سمعوها ظنوا أنه سيحصل لهم الموت وأنها تنعاهم وأن تصويتها علامة على موت أحد. هذا من اعتقادات الجاهلية. ولا غول، الغول هو ما يتراءى في الفلوات من الجن الذين يريدون أن يضلوا السائرين والمسافرين على شكل أضواء لا حقيقة لها، من أجل أن يروعوا المسافر ويضلوا عن الطريق، لأن هذا من فعل الشياطين، فلا حقيقة لهذه الأشياء. ويجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل. ونفي العدوى والطيرة هو نفي ما كانوا في الجاهلية يعتقدونه من أن المرض يعدي بنفسه أنه ينتقل بنفسه، فهم يعتقدون هذه العقيدة. والمرض لا يتعدى إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد المسلم أن المرض لا يتعدى إلا بإرادة الله جل وعلا واتخذ الوقاية فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ويقول: لا يولد ممرض على مصح. ويقول في الطاعون: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه. وأيضا من كان في البلد في بلد الطاعون لا يخرج منه. كل هذا من أجل فعل الأسباب الواقية من المحاذير، لكن مع اعتقاد أن انتقال المرض والعدوى إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا خلاف بين القضاء والقدر وبين فعل الأسباب. بل المسلم يجمع بين الأمرين، فيؤمن بالقضاء والقدر وأنه لا يجري شيء إلا بإذن الله، ويفعل الأسباب الواقعة والأسباب المباحة. لا تنافي بين الإيمان بالقدر وفعل الأسباب النافعة، الله أمر بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، الرجل الذي يكثر من التشاؤم في حياته وبين أولاده بماذا يوجه؟ يوجه بأن يترك هذا الشيء ويستعيذ بالله عز وجل ويحسن الظن بالله ويعتقد العقيدة الصحيحة أنه لا يحصل شيء إلا بقضاء الله وقدره وإرادته سبحانه وتعالى، فيعتمد على الله ويحسن الظن بالله ويدعو الله أن يحميه ويحمي أولاده من الضرر ومن الشرور، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. السائل من الجزائر عبد الله يقول من أسئلته: أسأل عن الرقية بقراءة القرآن على الزيت أو الماء والشرب منه أو المسح به على الجسد. لا بأس بذلك، أن يقرأ في ماء أو ما يقوم مقام الماء ويشربه المريض أو يدهن به المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء وسقي للمريض، والحديث
في غالب ظني أنه في سنن أبي داود، فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل به في الاستشفاء بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة السائل من الجزائر يقول فضيلة الشيخ، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ هذا الحديث صحيح لكنه شاذ، مخالف للأحاديث التي هي أصح منه، ولذلك لا بأس بلبس الذهب المحلق كالخاتم والأسورة والقلائد وغير ذلك لإجماع المسلمين على ذلك، فهذا يعتبر حديثا شاذا لأنه يخالف ما هو أصح منه من الأحاديث ويخالف ما عليه عمل المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه أم محمد من المنطقة الشرقية تقول في هذا السؤال، ذهبت إلى العمرة قبل عدة سنوات وكانت في شهر رمضان المبارك، وفي أثناء الطواف انتقض وضوئي بخروج ريح فأكملت الطواف لأن الزحام كان كثير ومعي مجموعة من الأخوات فلم أستطيع أن أفارقهم، فالآن أنا أديت هذه العمرة جهلا مني، فماذا يلزمني الآن مأجورين؟ لم تؤدي هذه العمرة، العمرة باقية عليك والإحرام ما زال عليك من الميقات، لأنك لم تؤدي العمرة على الوجه المطلوب، لأن من شروط صحة الطواف الطهارة، وما دام انتقض الوضوء بطل الطواف، فطوافك غير صحيح وبالتالي عمرتك غير صحيحة. عليك بتجنب محظورات الإحرام لأنك ما زلت محرمة، وعليك بالمبادرة بالعودة إلى مكة وأداء مناسك العمرة التي ما زلت محرمة بها. ولماذا تؤخرين السؤال إلى هذا الوقت؟ الواجب على المسلم أن يبادر بالسؤال، فلو بادرت بالسؤال لسلمت من هذا العنت والتعب الذي سيحصل عليك. الحاصل أن العمرة ما زالت عليك والإحرام ما زلت محرمة، وذهاب غلط قبل أداء العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تسأل عن الدهن، هل يمنع وصول الماء إلى البشرة ويمنع الوضوء؟ لا يمنع، إذا جرى الماء على الجلد وعلى العضو يكفي هذا، ولو كان عليه دهن أو زيوت هذا لا يمنع، إنما الذي يمنع الشيء الذي يتجمد على الجسم كالبوية والأصباغ التي تتجمد وتمنع اختراق الماء للجلد، اختراق الماء إلى الجلد، اختراق الماء منها إلى الجلد، هذا هو الذي لا يجوز. أما الدهن فهذا لا يمنع جريان الماء على الجلد، فالوضوء صحيح والطهارة صحيحة. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ بأن والدي تزوج من امرأة ثانية ومال إليها ولم يعدل بين والدتي وهذه المرأة، ما الحكم الشرعي في ذلك مأجورين؟ الحكم أن العدل الذي يجب على الزوج بين نسائه هو العدل المستطاع، وذلك بالنفقة والكسوة والسكنة والمبيت، وأما الحب في القلب فهذا لا يستطيع العدل فيه، قال جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل تذروها كالمعلقة، فالحب لا يستطاع أن يعدل فيه لأنه بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الأمور التي يجب العدل فيها وهي الكسوة والنفقة والسكنة والمبيت هذه لا بد منها، ولا يجوز أن يحيف مع التي يحبها ويقصر مع المرأة التي لا تقل رغبته فيها، بل يعطيها حقوقه من هذه الأمور، النفقة والكسوة والمبيت والمسكن، وفر هذه الأمور لها مثل ما يوفرها للزوجة التي يحبها أكثر من غيرها. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجاب مشكورا على تساؤلاتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. شكرا لفضيلة